خير، معكم الدكتور أشرف عبد القادر، أنا أستاذ جراحة التجميل كلية الطب جامعة الأزهر. حبيت إن أنا أكلمكم النهاردة عن الحاجة من المشاكل اللي بتقابل الأطباء التجميل عموما في عياداتهم. إزاي نجاوب على سؤال مهم قوي؟ أنا دكتور عايز أخس ومش عارف أخس، وبحاول ان انا اعمل دايت، بس يعني مع الاسف خدت رجيم ما كانش ساعدني بالمعنى المظبوط، وبطني زي ما هي، اماكن معينه مش راضيه تخس. فبقول لكم دايما ان البيشنت لما بيجي يقف قدام المرايه بيلاقي فيه اجزاء معينه من جسمه مهما عمل رجيم ما بتخسش، زي الارداف والبطن من تحت، أو بالنسبة للرجالة في بعض الأماكن زي الثدي بالنسبة للرجالة. فالتسدي بالنسبة للرجالة دي حاجة عشان نخلص منها بسرعة، هو عبارة عن غدد معينة صعب جدا إنها تختفي برجيم، فدي لازم لها عملية جراحية بسيطة جدا تحت مخدر موضعي وفتحة صغيرة، بنقدر إن احنا نشفط الدهون اللي موجودة ونقدر إن احنا نعمل فتحة أصغر حوالين الحلمة، بنطلع الديسك الموجود، وخلال 5 أيام البيشنت أو المريض بيرجع سليم تاني. بالنسبة للأرداف ومنطقة أسفل البطن دي صعب جدا إنها تروح برجيم ورياضة إلا لو كان حد عنده عزيمة جامدة قوي، فالمفروض إن هو بيلجأ لجراحة التجميل. دي بتبقى عملية نحت القوام، يعني بنعمل عملية شفط دهون، ولكن في الوقت نفسه احنا بنقدر إن احنا نظبط الوسط نفسه بتاع المريض بحيث انه يبقى متناسق مع الجزء العلوي والجزء السفلي من جسمه عن طريق فتحات صغيرة جدا ما بتبانش. في بعض الأحيان ممكن تتعمل تحت بنج موضعي لو منطقة واحدة، أكتر من كده أفضل أنا دايما بشغل إن أنا أعملها تحت بنج كله عشان يبقى عندي حرية حركة بالنسبة لليمين والشمال بالنسبة للمريض. دي من العمليات الآمنة علشان خاطر احنا بنحقن مواد مذيبة للدهون ومسكنة للألم وقابضة للأوعية الدموية عشان المريض ما ينزفش، وبعدين بنبتدي نشفط الدهون دي في كونتينرز معينة، ودي بتبقى يعني عملية ساعة ساعة ونص بكتير، بتبقى حاجة كويسة جدا وآمنة، والمريض بعد كده بيلبس كرسي مخصوص علشان خاطر يقدر ان هو يحافظ على الشيب بتاع جسمه وبيديله المنظر والقوام الجميل. شكرا جزيلا.